بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازلنا في باب النوادر من كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف من الحديث السابع الى اخر الباب هناك روايات عن الائمه عليهم الصلاه والسلام تبين منزله امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ومنزله الائمه وانهم لهم القرب الى الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى فضلهم وحباهم بالكرامات والدرجات الرفيعه ولا يخفى ان الناس صنفان صنف تحمله ضعيف فلا يتمكن من ادراك الحقائق فاذا راى حقيقه لان تحمله ضعيف لان نفسيته ضعيف يحرف تلك الحقيقه والصنف من الناس تحملهم كبير فاذا راوا حقيقه سلموا بها كما هي وإذا لم يدركوها لم يدركوا معناها، لم يدركوا أطرافها، لم يدركوا حقيقتها لا ينكرونها ولا يحرفونها وإنما يسلمون إليها. الآية الشريفة تقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما التسليم من الامور التي يمتاز بها الاتقياء وكلما كان التسليم اشد كانت التقوى والقرب الى الله سبحانه وتعالى اكثر الآن ترى بعض الناس إذا ذكرت له حديثا أو حكما من الأحكام يطلب الدليل، لا بأس الإنسان أن يعرف جيد، استمع إلى الدليل لم يفهم الدليل لأن استيعاب الناس مختلف. أو لأن الدليل في وادي وهو في وادي آخر، مثلا أنت ذهبت إلى طبيب فمنعك عن طعام، تارة تسأله: "لماذا هذا الطعام ممنوع؟" سؤال استفهامي لا سؤال تعنتي، يذكر لك السبب، قد تفهم السبب إذا كان يرتبط بك. أو كان السبب بسيط أو كنت أنت تفهم مثلا الأمور العامة في الطب وقد يكون هناك سبب علمي وفيه اصطلاحات يبين لك الطبيب ذلك لكن لا تستوعبه لماذا لأن أنت ليس تخصصك في مجال الطب فلا تدرك ما يقول مرة تعتقد بهذا الطبيب تسلم له مرة لا تعتقد به لا تسلم له تقول انه مثلا لا يعرف لا يفهم وكثير من الناس هكذا يراجعون الاطباء مثلا ثم لا يعملون بنصائح الاطباء عندما تساله عن السبب يقول ان هذا الطبيب لا يفهم مثلا فلأجل عدم اعتقاده بهذا الطبيب يخالف كلامه الذي لم يفهمه أو لم يفهم سببه وعلته. بالنسبة إلى الأحكام الشرعية وسائر الأمور الدينية، تارة يأتي أحد من الناس يسأل عن السبب استفهام حتى يقتنع، لا بأس الإنسان يقتنع، السؤال هو مفتاح للعلم، فحينما يسأل أنت تجيبه أو العالم يجيبه بالجواب يسأل عن علة ذلك، عن السبب قد يكون هناك علة وسبب يذكر له يلتفت إليه فبه وقد لا يلتفت إليه وأحيانا بعض الأمور الدينية لأنها ترتبط بالغيب الرسول والأئمة لم يبينوا السبب، أو لم يصلنا السبب زين أن آني ما أعرف السبب هذا مو معناه أن هذا الكلام باطل وانما قصور في او لعدم وصول السبب باعتبار عدم احاطتنا على عالم الغيب فهنا فهنا الانسان المؤمن ينبغي عليه ان يسلم تعتقد بالرسول تعتقد بانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تعتقد بان عليا عليه الصلاه والسلام مع الحق والحق مع علي تعتقد ان الثقل الاخر هو اهل البيت هم اهل البيت والثقل الاول القران وهما لن يفترقا حتى يردا على الرسول الحوض كما في احاديث متواتره فاذا اذا اعتقدت بان الرسول لا ينطق عن الهوى وان الائمه عليهم الصلاه والسلام هم الثقل الثاني الذي لا يفترقون عن القرآن أبدا ومعنى ذلك عدم خطأهم لأنه إذا أخطأوا فمعناه الافتراق عن القرآن لأنه لا خطأ في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا اعتقدت بهذا فإذا قالوا كلاما وصح ذلك الكلام عنهم إن فهمت ذلك الكلام وعلمت العلة فيه فلا بأس ان لم تفهم ذلك الكلام او لم تعلم العله فيه يجب عليك ان تسلم بعض الاحيان اكو ناس حديث من الاحاديث او حكم من الاحكام يقول انا لازم تقنعني اذا اقتنعت التزم بالحكم اذا ما اقتنعت ما التزم بالحكم نقول لك له, له قناعتك او عدم قناعتك هل تغير من الواقع شيئا اذا هذا طريق يوصل إلى الهلاك سباع مفترسة قطاع طرق مثلا موجودين في هذا الطريق إذا الخبير قال لك أن هذا الطريق خطر لا تذهب فيه أنت تقول له قنعني بالدليل أن هذا الطريق خطر يقول لك أن هذا الطريق فيه سباع فيه قطاع طرق تقول ما هو الدليل على ذلك؟ زين ذكر لك الدليل ما اقتنعت. ثم سرت في هذا الطريق هل أنت ما اقتنعت يغير من الواقع شيئا؟ لا بناء على ذلك قناعة الإنسان أو عدم قناعته لا تغير من الواقع شيئا فإذا اقتنع فنور على نور وإذا لم يقتنع أنت تعتقد بالله تعتقد بالرسول تعتقد بالقرآن تعتقد بالأئمة فسلم له إذا لم تسلم له ولم تسلم لهم فمعنى ذلك ان هناك خلل في, في الايمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هذا في الجانب العملي ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا في نفسهم ويسلموا تسليما يعني يتبعوك اذا ناتي الى الواقع الخارجي نرى الناس بالنسبه للعظماء الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى وحباهم بفضائل لا توجد في غيرهم على صنفين صنف لا يتحمل تلك الفضائل وصنف يتحمل الذي لا يتحمل اما يغلو فيهم واما ينقصهم عن قدرهم بالنسبه الى عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام هذا مثال قراني عيسى ولد من غير اب ونطق وهو في المهد قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ثم كانت له معاجز باذن الله سبحانه وتعالى من ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى واخبارهم بما يدخرون في بيوتهم ومعاجز اخرى مذكوره في القران وكلها باذن الله سبحانه وتعالى. زين بعض الناس تحملوا ذلك علموا بانه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، وهذه المعاجز انما حباها الله سبحانه وتعالى اياه. قسم من الناس لم يتحملوا اما غلوا قالوا بان عيسى اله. أو إنه ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالبعض قال إنه هو الله، والبعض قال ثالث ثلاثة. هؤلاء لماذا غلوا في عيسى؟ لأنهم لم يتحملوا معاجزه. زين إحنا ما نقدر نحيي الموتى، عيسى يتمكن من إحياء الموتى، فإذا هو الرب. هذا قياس باطل. يتمكن من احياء الموتى باذن الله الله اعطاه هذه القدره هذا الصنف من الناس لم يتحملوا صنف اخر من الناس لم يتحملوا كيف لم يتحملوا نقصوا من منزله وقدر عيسى عليه السلام عنادا كفرا انكارا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فاتهموا مريم على نبينا واله وعليها السلام وقولهم على مريم بهتانا عظيما اتهموا عيسى بالسحر حينما راوا المعاجز قالوا هذا سحر مبين الصحيح ان الانسان يضع الامور في مواضعها عيسى مربوب الله سبحانه وتعالى يقول كان يأكلان الطعام عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في الجانب التركيب الجسمية كان بشر يأكل الطعام يحتاج إلى أكل الطعام هذا الدليل على أنه ليس بإله لكن بشر الله سبحانه وتعالى فضله بالمراتب العالية نفس هذه القضية جرت في المسلمين. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كانت له فضائل كثيره من الله سبحانه وتعالى. يعني الله حباه من بين سائر الاصحاب بفضائل كثيره في جانب علمه انا مدينه العلم وعلي بابها كما قال الرسول صلى الله عليه واله. أقضاكم علي كما قال الرسول صلى الله عليه وآله في جانب الشجاعة كان النصر بيده في الحروب في غزوة أحد بادر خيبر حنين الأحزاب وهكذا من سائر الغزوات وأيضا له فضائل معنوية كثيرة أخرى وأيضا له معاجز من الله سبحانه وتعالى كرامات حباه الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامات كرد الشمس كما في الاحاديث الكثيره المستفيضه وكالتكليم مع جمجمه كسرى مثلا وكقضايا كثيره موجوده في الكتب الحديثيه. وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان في بعض الاحيان يبين جانبا من فضائله لكي يعظ الناس لا لانه كان يريد ان يمدح نفسه، كلا وانما يريد ان يهدي الناس. زين بعض الناس حملوا الامر على حقيقته انه علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام هو عبد اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون وصيا للرسول محمد صلى الله عليه واله ويكون خليفه له، واعطاه الله سبحانه وتعالى من الفضائل والخصائص والكرامات والمعاجز الكثير، لكنه يبقى وصيا للرسول. ليس ربا مربوب وانما هو مربوب. البعض الآخر لا لم يتحمل هذه الأمور إما غلا فيه وإما قلاه يعني أبغضه لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هلك في إثنان محب غال ومبغض قال هذا من فرط حبه ألهه فهذا هالك وذاك ابغضه ذلك ايضا هالك في هذه الروايات التي الان نقرا بعضا منها الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا جانبا من فضائل امير المؤمنين ومن فضائلهم لهدايه الناس مثلا في الحديث الامام الباقر يقول نحن حجه الله الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على الناس. فلذا اذا الناس اتبعوهم كانوا قد اتبعوا الحجه، واذا خالفوهم كانوا قد خالفوا الحجه، ولا حجه للناس في يوم القيامه. ثم يقول: ونحن باب الله. انت اذا تريد ان تصل الى الله سبحانه وتعالى يجب ان تصل عن الطريق الذي جعله الله لا عن غير ذلك الطريق. اذا عن غير ذلك الطريق يكون ضلال. ابليس كان مستعد ان يعبد الله سبحانه وتعالى بل كان يعبد الله كان يسجد لله سجدات تطول الاف السنين. لكن أم لما امره الله ان يسجد لادم رفض. قال: اعفني عن هذا واسجد لك كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى قال: اني اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. الله سبحانه وتعالى جعل عبادتك له بان تطيعه في السجده لادم. فادم باب الى الله. الانبياء ابواب الى الله. الأئمة عليهم الصلاة والسلام أبواب إلى الله، يعني من هذا الباب لازم تدخل حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. إذا رحت من باب آخر من طريق آخر ذلك ضلال وانحراف. ونحن باب الله. ولح ونحن لسان الله. بمعنى أنه نحن نبين الأحكام، هذه عبارات مجازية. نبين الاحكام. الله انزل احكامه على رسوله والرسول جعل عليا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام باب علمه فقال انا مدينه العلم وعلي بابها فامير المؤمنين يبين الاحكام التي هي الاحكام الواقعيه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله وكذلك سائر الائمه ونحن لسان الله. يعني هذا الحكم اللي الإمام الصادق يبينه أو الإمام الرضا يبينه أو الإمام الهادي أو العسكري عليهم الصلاة والسلام وكذلك سائر الأئمة يبينوه ليس هذه أحكام من أنفسهم أو اجتهادات كلا بل هي أحكام أخذوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى ليس فيها خطأ البعض يقول زين هذا اجتهاد واخرون لهم اجتهاد، كلا هذا هو الصح الحق واخرون اخطاوا او ارتكبوا الخطيئه حينما خالفوا على الائمه عليهم الصلاه والسلام. ونحن وجه الله هذا ايضا شرحناه في الاحاديث الماضيه حينما الله سبحانه وتعالى اراد ان يواجه خلقه لم ينزل عليهم الوحي مباشره وانما انزله على الرسول محمد صلى الله عليه واله فصار محمد وجه الله صلى الله عليه واله باي معنى صار وجها لله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى واجه الخلق عبر الرسول محمد وكذلك من بعد الرسول محمد الائمه عليهم الصلاه والسلام هم وجه الله بمعنى ان الله سبحانه وتعالى احكامه وقضاياه المختلفه التي اراد ان يبلغها الى الناس ابلغها الى الرسول والرسول صلى الله عليه واله ابلغها الى الائمه والائمه ابلغوها الى الناس. ونحن عين الله في خلقه باي معنى؟ بمعنى انهم يشهدون. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هؤلاء الان الائمه الله يطلعهم على جميع اعمالنا يعلمون اعمالنا ويوم القيامه يشهدون على ذلك لان الشاهد بدون علم يكون شاهد زور فلا بد ان يكون يعلم حتى يشهد ونحن عين الله في خلقه لنتحمل يعني الشهاده ثم في يوم القيامه نشهد على الخلق ونحن ولاه امر الله في عباده الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل المراد من أولي الأمر أي حاكم حتى إذا كان فاسقا كيف يأمر الله سبحانه وتعالى إطاعة ولي الأمر إذا كان فاسقا زين إذا هذا ولي الأمر خالف أمرا من أوامر الله يصير تناقض في هذه الآية أطيع الله من طرف ثاني يقول أطيع هذا الولي الأمر الذي هو فاسق حكم بحكم خلاف امر الله سبحانه وتعالى. انت تطيع الله او تطيع هذا الولي الفاسق، فهذه الايه لا تشمل الفسقه ولا تشمل من يخطا افرض هو ولي حاكم عادل لكن اخطا في قضيه، زين أنا اطيع الله سبحانه وتعالى واطيع هذا. الايه تقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. إذا أريد أطيع الله فلا فلم أطع هذا الولي، وإذا أطعت هذا الولي لم أطع الله سبحانه وتعالى، فإذا يصير تناقض في الآية. فلا بد أن يكون هذا الولي الآمر للأمر هذا معصوما بحيث أن يكون أقواله وأوامره ونواهيه مطابقة لأوامر الله ونواهيه، لذا أطعته فأطعت الله سبحانه وتعالى، كما في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله بمعنى أن الرسول لا يخطئ وإنما يبلغك أحكام الله سبحانه وتعالى فإذا أطعته فقد أطعت الله لكن إذا واحد أخطأ إذا أطعت لم تطع الله سبحانه وتعالى فإذا ونحن ولاة أمر الله في عباده في حديث آخر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا عين الله يعني الشاهد الذي جعلني الله في خلقه. انا يد الله الله سبحانه وتعالى اراد ان يبطش بالكفار والمنافقين فكان امير المؤمنين يدا لله سبحانه وتعالى بمعنى انه بطش بالكفار في بدر في احد وبالمنافقين في صفين والجمل والنهروان فهو يد الله بهذا المعنى. ثم يقول وانا جنب الله. باي معنى في ايه شريفه في القران الكريم في سوره الزمر الله سبحانه وتعالى يقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين فرطت في جنب الله يعني شنو في جنب الله هنا حديث عن الإمام الباقر يفسر معنى أن أمير المؤمنين هو جنب الله يقول معناه أنه ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله ولا أقرب إلى رسوله من وصيه فهو في القرب كالجنب وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه في كتابه في قوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله جنب الإنسان أقرب الأشياء إليه فحينما تقول جنب الله ليس بمعنى أن الله جسم وله جنب, جنب والعياذ بالله كلا ليس بهذا المعنى وإنما جنب الله هذا تعبير مجازي كنائي كما يد الله كما في قوله تجري بأعيننا مثلا بمعنى في قرب الله سبحانه وتعالى يعني انا كنت قريب لاحكام الله كانت قريبه عني اولياء الله كانوا قريبين عني فلم اتبعهم فلم اطع الله سبحانه وتعالى في احكامه فكان هذا التفريط فامير المؤمنين جنب الله يعني امير المؤمنين اقرب شيء الى رسول الله ورسول الله اقرب شيء الى الله سبحانه وتعالى والانسان كان يتمكن من اطاعه الرسول، من اطاعه الامير عليهما والهما الصلاه والسلام، لكن فرط في ذلك. مثلا في حديث اخر الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول: بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله تبارك وتعالى ومحمد صلى الله عليه واله حجاب الله تبارك وتعالى. زين شنو معنى بناء عبد عبد الله؟ يعني اذا الانسان لم يتبع الرسول ولم يتبع الائمه فعبادته عباده باطله. المشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن عباده بالشرك. الان اليهود، النصارى، اصحاب الديانات المنحرفه يعبدون الله لكن عباده بالشرك وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فهذه العباده باطله. المسلمون او المنتحلون للاسلام من اصحاب الملل الفاسده والنحل المنحرفه والمذاهب الباطله هؤلاء ايضا يعبدون الله لكن عباده باطله. لماذا؟ لانهم لم ياخذوا هذه العباده عن الرسول محمد صلى الله عليه واله. لم ياخذوها عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، اجتهادات باطله من رجال اجتهادات مقابل النصوص الشريفة لذا الإمام يقول بناء عبد الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل رسوله محمدا ومن بعده الأوصياء هؤلاء الذين يبينون العبادة الصحيحة للناس وسائر العبادات هي عبادات باطلة وبناء عرف الله ال معرفة الصحيحة بالنسبة لله سبحانه وتعالى انما هي عن طريق الرسول واهل بيته عليهم الصلاة والسلام. اما الذين لم ياخذوا من الرسول لم ياخذوا من الائمة عليهم الصلاة والسلام انحرفوا بعضهم صاروا مجسمه بعضهم صاروا مشبهه بعضهم وصفوا الله سبحانه وتعالى باوصاف لا تليق به بعضهم صنعوا بعض بعضهم صنعوا في اذهانهم أصنام ثم توهموا أن هذه الأصنام التي صنعوها بأذهانهم هي الله وعبدوها وإنما هم يعبدون صنما لم يعرف الله سبحانه وتعالى في مسائل المعتقدات إذا نروح في مسائل التوحيد وسائل المسائل العقائدية تشوف بين المسلمين اختلاف شديد جدا الذي بين الحق هو الرسول والأئمة من بعده عليه وعليهم الصلاة والسلام وبنا وحد الله تبارك وتعالى التوحيد الصحيح عن طريقهم لا عن طريق المجسمه، لا عن طريق المشبهه. الامام عندما يقول بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله ثم في اخير الحديث يبين ان هذا الشيء اللي احنا نبينه لكم من العبادات، من المعارف، من التوحيد، هذا كله اخذناه من جدنا رسول الله محمد صلى الله عليه واله، لذا يقول: ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى. يعني كل ما لاهل البيت من علوم انما اخذوها من جدهم الرسول صلى الله عليه واله. فعلموهم العباده الصحيحه، المعرفه الصحيحه، التوحيد الصحيح. هذا قسم من احاديث هذا الباب، وهناك احاديث اخرى ان شاء الله نتركها. لحلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.